وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ الجزيرة العربية لها تاريخ ضارب الجذور، وصلتنا بعض القصص عنها وعن أهلها الذين سكنوا صحراءها تلك. تحكي لنا المصادر القديمة قصة حضارة لمدينة في تلك الأراضي الشاسعة القاحلة، فرغم الجدب والقحط كان سكان هذه المدينة يعيشون حياة رفاهية وغنى. إنهم قوم عاد الذين أخبرنا القرآن الكريم عن عصيانهم وعنادهم، اللذين استحقوا بهما عذاب الله تعالى. لقد غطتهم رمال الصحراء سنين طويلة، كشفت لنا البحوث الأثرية في جنوب الجزيرة العربية وعمان، كشفت لنا ما قرره القرآن منذ قرون عن قوم عاد، فكانت آثارهم عبرة لمن أراد أن يعتبر. مكتشف هذه المدينة الضائعة نيكولاس كلب، مؤرخ وعالم آثار هاون. كلب الخبير في التاريخ العربي والموثوق به صادف خلال عمله في تحقيق تاريخ العرب كتابا أثار دهشته، ألفه المؤرخ البريطاني بيرترام توماس، وذلك عام 1932 ميلادية. اسمه أرابيا فاليكس. أرابيا فاليكس اسم لجنوب الجزيرة العربية أطلقه عليها الرومان، وتعني العرب المحظوظين. قد كان أهل المنطقة يعرفون بهذا الاسم، ولهذه التسمية سبب. لقد كان أهل هذه المنطقة في العصور القديمة يستخرجون من شجرة في المنطقة مادة عطرية يبيعونها. كانت هذه المادة تستعمل في الاجتماعات الدينية وتتميز برائحتها الفواحة، كانت قيمتها تعدل قيمة الذهب آنذاك. المؤرخ البريطاني توماس في كتابه عن مدينة العرب المحظوظين أشار إلى أنه وجد آثارا لهم في إحدى جولاته في المنطقة. إذ أراه عرب المنطقة الممر لمدينة قديمة تدعى الأحقاف، اعتنى توماس بهذا الموضوع، لكن المنية عاجلته قبل أن يتم تحقيقاته. نيكولاس كلب قرأ كتاب توماس وأعجبته الفكرة، فبدأ بالتحقق من وجود المدينة الضائعة بعمل دؤوب وجد ونشاط.
طلب كلوب من مؤسسة ناسا تصوير هذه المنطقة من الفضاء. أظهرت الصور الملتقطة من الفضاء بعض الطرق التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. قارن كلوب بين الصور الفضائية وبين الخرائط القديمة التي معه فحصل على مبتغاه بمقارنة الطرق الموجودة على الخريطة مع الطرق المصورة من الفضاء. وجد مساحة واسعة، وحسب توقعاته يجب أن تكون المساحة الواسعة هذه مقر أهل مدينة عاد. قرر كلوب أن يبدأ الرحلة. كانت رحلة مثيرة وطويلة، استعملت فيها لجنة الآثار أحدث الأجهزة الإلكترونية في تلك الصحارى الموحشة التي كانت الأجهزة تقف عاجزة أمامها في بعض الأحيان.